أهلا بكم من جديد. حظيت تجربة البحرين الرائدة المتعلقة بتصريح العمل المرن إضافة إلى التشريعات المعنية بحماية العمالة الوافدة بأصداء إيجابية وإشادات واسعة في الاجتماع التشاوري الإقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت. صدرت عن الاجتماع التشاور الإقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية الذي دعت إليه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأسكوا في بيروت، والذي انعقد على مدى يومين وثيقة ختامية تسترشد بها النقاشات العالمية ويكون بمثابة إسهام في العملية التحضيرية للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية فيما بقيت أصداء تجربة مملكة البحرين الرائدة التي بدأ العمل بها حديثا والمتعلقة بالتأشيرة المرنة وتنقل العمالة تتردد في مناقشات الاجتماع. هناك مبادرة إيجابية تقوم بها أحد الحكومات، يجب تسليط الضوء عليها. في البحرين لابد من ذكر أنه حصل مجهود هام فيما يتعلق بالتشريعات والإجراءات الإدارية التي تحسن من وضع العمال الأجانب في البحرين. نأمل أن البحرين تكون قدوة بمواقف جريئة ترفع من شأن حقوق العمال الأجانب في المنطقة العربية، ونتمنى أن تكون قدوة ويلحقها العالم العربي كله. تجربة مملكة البحرين تعدد أصداؤها الاجتماع التشاوري في بيروت. اقتصاد القرن 21 يتطلب أن تكون الأمور في يد القطاع الخاص وليس في يد الحكومات، وبالتالي كان هذا النظام نظاما جديدا فيه ابتكار وحصل على إشادات واسعة. مجلس حقوق الإنسان في الأسبوع الماضي في جنيف في جلسات المراجعة أشادت دول كثيرة من دول المصدر للعمالة بهذا النظام، تم مناقشته وطرحه ضمن أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد في الكونغرس الأمريكي. هناك اهتمام كبير عالمي لهذا النظام بسبب أنه يقدم حلولا مبتكرة غير تقليدية وجذرية لمشكلة العمالة والهجرة في القرن 21. ما هي النظرة الإقليمية للتحديات التي تواجهها المنطقة العربية؟ إن المنطقة العربية تشهد حاليا تزايدا كبيرا في موجات الهجرة التي تتسم بكثير من التنوع والتعقيد، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة وكبيرة على جميع الأطراف ذات الصلة في المنطقة وخارجها. الأنظار بعد الاجتماع التشاوري في بيروت تتجه إلى الاتفاق العالمي المرتقب من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. المنطقة العربية بحاجة إلى خطوات ملموسة التي اتخذتها مملكة البحرين في مواجهة أهم تحدي عالمي ألا وهو موضوع الهجرة. أحمد عياش، تلفزيون مملكة البحرين، من أمام بيت الأمم المتحدة بيروت.